بعيدا عن العادات والتقاليد، يعني أنس كمان أنت من الناس اللي تروح الأماكن اللي تخوف، وتروح أماكن يعني ممكن مو كل أي أحد يتجرأ، مثل الكهوف، مثل الوديان، مثل هذه الأماكن. فكيف شعورك؟ يعني ما صدق ما تخاف؟ شوف الصراحة كله for the show. أوكي، حلو، اعتراف جميل. يعني شوفي، هو اليوتيوب وهذه المنصات الواحد عشان يسوي فيها محتوى لازم يأوفر شوية. حلو. يعني مثلا زرت أحد الكهوف وصورت فيها جماجم وأشياء غريبة، وكان هذا عنوان الفيديو. ولما نخش وسط الكهف، طبعا مو كهوف، هي شيء يسموها الكاتاكوم، وهي عبارة عن مدينة أسفل باريس، مدينة داخل الأرض كلها عبارة عن أسياب، كأنك ماشي في كهف وفيها جماجم. هذه الجماجم أتوقع أنه يعني كانت في حروب أشياء، فبدل فالمقابر فاضت بال. وين كان هذا الكهف؟ هذا في باريس، فموجودة الناس. أنا الحلقة هذه نمت عليها ترى أمس، ما كملتها، كملت الربع لسه، بس النص يعني. فهي موجودة، تذكر بعشرة يورو تدخلي منورة وكل شيء جميل، بس عشان الواحد يجيب مشاهدة، عشان الواحد يحمس الناس، وهذا الشيء في ناس كثير ما يعني ما يعني قلبها ما يعني ما يشيل هذه الأماكن. يعني في ناس تقولك لا والله معليش، إذا ألعاب البوليفارد في ناس تقولك لا أنا معليش مارك، وأنا واحدة منهم أخاف يعني بعض الألعاب المرتفعات أخاف. ففي ناس تبغى تعيش التجربة بس ما تقدر تروح من نفسها. أيوة صحيح صحيح. ففي أشياء صراحة تخوف تواجهني في الطريق أصورها، بس أغلب الأشياء ترى بسيطة جدا. وحتى في الفيديوهات أنا ببين هذا الشيء، إنه ترى ما في شيء اسمه خطر، إحنا في عالم متحضر حاليا، كل الدول آمنة، فيها نظام، فيها أمن، ما في شيء اسمه حتمشي في مكان أحد حاضر. لا لا، الدنيا حلوة، وحتى الأماكن دي مفتوحة للسياح تقدر تدخل، بس كيف الواحد يطلعها للناس بطريقة كذا فيها شوية شو، صح، عشان توصل.